علوان، ازيك يا غالي؟ علوان مين؟ ازيك يا علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ الله 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 الله، ازيك يا حبيبي؟ الله الله الله، في ايه يا عم؟ ازيك يا غالي؟ غالي مين يا عم؟ 3 سنين ندور عليك. ويقصد مين؟ انت يا عم. انت انا مين يا عم؟ ايه علوان؟ علوان مين يا عم؟ ازيك يا ابني؟ ازيك يا حبيبي؟ يا عم انا لا اعرفك ولا اعرف علوان بتاعك. وحشتني يا علوان، وحشتني يا غالي. برضك علوان يا عم؟ علوان مين؟ انا ما اسميش علوان، انا ما اسميش علوان. انا خالك عبد ودود. مين؟ خالك عبد ودود. ولا اعرفك. وهمك اهي. وعلوان ولد؟ لا يا سيدي ما اعرفكيش يا عم. ما تقولها حاجه. علوان ولد؟ ما اعرفهاش يا عم. ما تعرفش دي؟ لا ما اعرفهاش. ما تعرفش اللي شلتك 9 اشهر في بطنها يا ياض؟ مين دي يا واد؟ عيب الكلام اللي بتقوله ده. ولا اعرفها. لا تعرف امك ولا تعرفني انا. امي؟ انا عبد ودود يا ياض. يا عم مش امي دي يا عم. دي مش امك؟ اه. طب دي مين؟ مالها دي؟ اوقف يا عاده. مالها؟ افتكرها دي مين؟ ومعرفهاش مين. بشرى يا واد، خطيبتك. خطيبت انا؟ ايوه قدامك اهي. ليه ان شاء الله؟ مالها بشرى؟ عملت ايه في حياتي عشان دي تبقى خطيبتي؟ هي ما تغلط يا واد. هتغلط؟ نزلت مصر خلاص. بصت خلاص. مصر مين يا عم؟ انا على طول عايش في مصر. في ايه؟ دي خطيبتي ديت؟ دي انا اعرفها؟ مش دي امك يا واد. ولا اعرف دي ولا اعرف دي ولا ولد. يا ستي ما اعرفكيش يا ستي. في ايه ولد. يا عم في ايه يا عم؟ يا عم انت في ايه؟ ما اعرفكوش والله. ما اسمع علوان والله. البت دي ما حفيتش عليها؟ مين البت دي؟ دي ايوه. ليه ان شاء الله ما حفيتش عليها؟ عشان من قلة تجوز البنات؟ من قلة ايه يا عم؟ حرام عليك يا عم. يا واد بلا قلة حياة يا عم. ما تغلطش فينا. انا عبد ودود يا راجل. يا عم انا لا اعرف عبد ودود ولا اعرف امي ولا اعرف مين ايه اللي انتوا بتقولوا عليه ده. لميت علينا الناس اهو. لميت علينا الدنيا. إيه يا عم ما اعرفش. ايه ده يا عم انت؟ في ايه؟ في ايه؟ مالكم؟ ايه في ايه؟ انا عارف في ايه. الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ في ايه؟ في علوان مين انت راخ؟ في عايزين ايه دول؟ علوان مين؟ يا علوان انا محمد. في ايه؟ قول لي بس، اقف جنبك انا، قول لي الموضوع ايه. علوان مين يا عم الحاج؟ علوان مين؟ اتكل على الله. طب انا غلطان اللي جاي اقف على الله. اهو واحد اهو. ده ايه اللي دي؟ لا معانا ولا معاه. امال مع مين بالظبط؟ انا معرفش فيه. قال اسمك علوان يا عم. ده كذاب. عايز اقول لك كلمه. كلمه مين؟ كلمه مين يعني؟ ما إيه كلمه ايه يعني؟ بتاعت ايه؟ كلمه سر. سر بيني وبينك انت وتحتفظ بيه جواك. في ايه يا عم؟ سر اللي احتفظ بيه؟ هو في بيني وبينك حاجه؟ عايز اديك حته سلاح. سلاح؟ يا نهار اسود. سلاح ايه؟ ما تخافش. سلاح ايه؟ ما تخافش، هوريك سلاح عمرك ما شفته. سلاح. بصي بس، بصي بس، بصي بس، هنصور من غير ما تحس. بيقول لي لصلاح الشوب ان انا جاهز، عشان هو قال لي انا عايز اعملك مش عارف ايه. يا استاذ جاهز؟ اه حبيبي. طيب احنا ناخد ماشي. ما انا حافظه. وبعدين اللي بعديه بعدين. مسيه تمور. اوكي يا استاذ. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك. اهلا فندم. اهلا بيك. اهلا بيك. انت حسين ابن عم مهران؟ لا يا فندم، ده انا بس كنت معدي فقلت اسلم على حضرتك. انت واضح انك ليك في الفن، بترسم بتعزف؟ لا حكايه فن، انا ليه في التمثيل. يا سلام. والله العظيم يعني بتحب التمثيل يعني؟ جدا جدا. شكلك فعلا ممكن تبقى في يوم. طب ليه ما خدتش معهد مثلا في مسرحيه او سينما؟ او بحاول. تحب تبقى بطل فقره نار ضحك يكسر الدنيا؟ يا ريت والله. ايه ده؟ ده حبر. انا عارف انه حبر بس ليه يعني؟ مش فاهم. انا عملت حاجه غلط يعني؟ حضرتك شايف غير كده؟ لا انت صح، بس عد طيب من 1 ل10 وتشوف ده يحصل فيه ايه. من 1 ل10؟ اه. يعني حضرتك تبوظ لي القميص. لا عد 1 2 3 كده بس. غلطتي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 غريبة قوي. شفت؟ شفت؟ سحر. عشان لما اقولك على حاجة، اصل انت ايه افتكرتني ان انا بوظ لك قميصك. هي اللعبة كده، هي اللعبة ببساطة وبلطافة. واللي شاور لك عليه تروح مناوله. اديك القلم، اتفضل. القلم ده بالجلدة اللي تحت دي هتدوس عليه هيطلع كل الحبر في قميص اللي قدامك. اوكي؟ اوكي. اتفضل عند شجرة. ماشي. اتفضل. طبعا القلم اللي انا اديته له الحبر بتاعه مش هيطلع ابدا.
كابتن. نعم. ايه ده ايه ده؟ انت جننت يا ابني انت؟ ما تقلقش حضرتك، ودلوقتي هتختفي حالا. مالهاش ايه؟ هتختفي حالا صدقني. ايه مجنون انت ده؟ صدقيني يا فندم هتختفي حالا. ايه اللي انت عملته ده؟ يا خرابي. يا فندم صدقيني هتختفي حالا. ده حبر. طب انا ورايا مشوار، اروح دلوقتي ازاي؟ اروح كده ازاي دلوقتي؟ هتروح المشوار بس عد لحد 10. هيروح؟ هيروح. واحد اتنين تلاتة أربعة. حضرتك بتستعجل قوي. مستعجل؟ اه. بص بص على زي اللي ما حصل معايا. قول واحد ضم، اتنين ايه؟ ضم ايه؟ ضم تلاتة ضم. ايه؟ بس قول كده بس. انت مجنون يا ابني؟ لا انا مجنون ولا حاجة والله. بتهزر؟ تعالى ودي الاسم. ايه ده؟ انت بقالك 3 4 ايام على الطريقه دي؟ بس ببص من فوق على السطح كده، ببقى ماسك التلسكوب بتاع حسام ابن ابني وبتفرج، لاقيك ماسك طوبه وتضرب الناس على قرنها او حبر وتطلقها. ليه يا ستي؟ والله انا اول مره اعدي من الشارع ده والله. ابني فؤاد جه. تعالى يا ابني هنا، تعالى. في ايه يا ماما؟ شاور يا فؤاد، الولد ده مسك قلم الحبر وراح بزقه كده على القميص بتاع فرغلي. بتعمل كده ليه؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده، والله زي ما بقول لك كده، انا ما بكدبش في حاجه. انا هكدب ليه ولا هعمل كده ليه؟ ايه الراجل ده؟ قميصه ده اللي باظ، هيعمل فيه ايه؟ اعمل ايه حضرتك طيب؟ مش فاهم. 200 دولار. 200 دولار اه. او 200 يورو، بلاش دولار. يعني مين اللي قالك تعمل الليله دي بقى؟ والله العظيم استاذ ابراهيم نصر زي ما بقول. بس هو ما قالكش كده. يعني طب حضرتك شعرفك انه قال لي كده ولا مش كده؟ انا عارف عارف. احمد محمد ما كانش مصدق نفسه ولا عارف هو فين ولا ماشي ازاي ولا راح فين. يعني الدنيا كلها اتدهولت. تعالوا نبص بس. نبص. ممكن اقول لحضرتك كلمه؟ اتفضل. ايه ده؟ لا عادي ولا يهمك، ثواني هو هيطلع. عادي ولا يهمك؟ بس استنى بس، عد من 1 ل 10 هو هيطلع والله. عد ايه من 1 ل 10 ايه؟ عد بس، عد واحد من عد من 1 ل 10 والله العظيم هيطلع. صدقني هيطلع. القميص باظ. لا ما باظش. عد بس من 1 ل 10. ايه ده؟ عد بس من 1 ل 10. عد من 1 ل 10 ده لعبه حضرتك. هو عد من 1 ل 10 وهتطلع. هنلعب في الشارع يا كابتن انت ولا ايه؟ لا مش هنلعب، بس عد من 1 ل 10 بس وحضرتك هتطلع. تعالى ليه؟ والله عد من 1 ل 10 وهتبص لها ثلاث على طول. طب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هتطلع صدقني. ده حبر ده. معلش هيطلع، انا عارف انه حبر بس هيطلع. حبر سر هو هيطلع على طول. طب ممكن هعد انا؟ ما تعدش انت. طيب انا هعد. بص، 1 دم 2 دم 3 دم 4 دم 5 دم 6 دم 7 دم 8 دم 9 دم. طب بس ممكن حاطط سيدي بس عشان اعرف بس اعد. معلش سيبني دي بس عشان ابقى مرتاح. سيبك. معلش انا مش هبيتك النهارده غير في الاسم. 1 دم 2 دم. انت هتعيد من الاول تاني؟ معلش يا ماما حضرتك لخبطتني. معلش انا معلش استحملني بس. 1 دم 2 دم 3 دم 17 دم 18 دم 121 دم 122 دم 123 دم. انا طول اليوم نعد في دم بقى ولا ايه؟ انا عجزت جنبك. القميص الاشفر، القميص الغالي اللي انا جايبه لك من كوالالمبور، دفعت 121 دولار عشان اجيب له القميص ده من 6 سنين. انا حزين حزن على القميص ده. ده ليه ذكريات عندي ما تتخيلش يا ابني. تقوم تبهدله له كده بح. انا اقول لحضرتك على اللي حصل والله. وانا قابلت استاذ ابراهيم نصر. ما تكذبش. هتكذبش من الاربعه دول، واحد تجيب براخيرك واثنين التانيين في براخيرك. ايه اللي حصل بقى؟ ما قابلني استاذ ابراهيم نصر حضرتك. محروق بجاز. وبعدين؟ لا يا حضرتك زي ما قلت هو رش عليا الحبر. ايوه. قال لي عد من 1 ل 10. ايوه. عديت من 1 ل 10 وطلع. أيوه. وطلع. هو قال لي قبلك اي واحد رش عليه. رشيت عليه؟ اه. وما طلعش اهو. طب وانا اعمل كده؟ ايه رايك؟ طب ليه حضرتك ايه كده؟ رايك كده؟ طب ليه حضرتك كده طيب؟ وده برضه مش هيطلع. انا عايزك تمسك النضاره دي يا ابني. امسكها. هوريك ايه اللي هيطلع. ايه رايكم نبص بس، نبص بس على كريم محمد. كابتن. نعم. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ما تقلقش حضرتك، ده حبر هيطلع على طول بعد ما تعد 10. انت اتجننت يا ابني؟ ما انا متعد 10 حبر هيطلع على طول. انت مجنون؟
اطلع على طول اطلع على طول. ايه ده حبر؟ طب حضرتك جرب كده. بدنا نشوف اخر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة. امال ايه ان شاء الله؟ عد واحد بوم اثنين بوم بوم. اه بوم ايه؟ انت مجنون يا ابنين ولا ايه؟ عد بس كده. عد كده بس. اعد كده؟ عد كده بس. انا مش مجنون زيك عشان عد كده. فاضيين لك عشان تعد مش تعد. خلاص عد انا. تعد انت؟ اه عد يا اخويا. واحد بوم اثنين بوم ثلاثة بوم أربعة بوم خمسة بوم تسعة بوم عشرة بوم. ما راحتش. بتهرج. بتهرج. ممكن نجرب تاني عادي. نجرب تاني ايه؟ نجرب تاني. تجرب تاني ايه؟ القميص يبوظ كده؟ في ايه يا جماعة؟ أستاذ إبراهيم نصر. أي أيوة ماله ده؟ قال لي رمى علي حب. رمى عليك أنت؟ اه. فين يا كداب؟ ما هو طلع لما عديت من واحد لعشرة. تعالى أقف هنا أهو. متحركش من مكانك. عشان أنا حبش الكذب ولا الكدابين. هو قال لي كده. طب وتعمل كده ليه فرغل؟ ما انا افتكرت الحبر هيطلع زي ما حصل فيا. ابني فؤاد جه الحمد لله. تحكي لي الحكايه من الاول، ايه اللي حصل بالظبط؟ عايز اعرف. انا قلت الحكايه مليون مره. لا انا عايز اعرفها دلوقتي قدام ابني فؤاد. الحكايه ان استاذ ابراهيم نصر قابلني ورمى عليا حبر. ايوه. والحبر بعد ما عديت 10 طلع الحبر. ها ازاي؟ عديت قلت واحد بوم اثنين بوم ثلاثه بوم اربعه بوم خمسه بوم سته بوم سبعه بوم ثمانيه بوم تسعه بوم 10 بوم. ما انتش عارفني؟ ها؟ لا. ايه؟ لا. ناسي. ناسي. ايوه. بس انت شكلك رياضي. رياضي؟ يعني بتلعب رياضة او حاجة. مين اللي قالك رياضي؟ انت مش رياضي؟ لا مش رياضي. اه. طب انا اسف ما تزعلش حقك علي. بتشجع انهي نادي بقى؟ بشجع الاهلي. اهلاوي؟ ايوه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. خليك بقى. خد يا ريس. يا ريس. يا ريس انت. انت. يا راجل انت خد. انت قلت له حاجة زعلت. خد يا جدع انت. ما قلتلوش حاجة. بيقول لي انت ايه؟ بقولت له انا اهلاوي. راح ربطني في المكسور دي. ده انا ابويا ما ربطنيش. هتربط في صندوق. احنا اللي هناك كده على الرصيف. ما نعرفش. عايز اعرف هو فين. ما نعرفش احنا فين هو. درجة شران. ساكن فين طيب. ما نعرفش برضه. درجة شران يا عم. انت يا جحش. انت يا بغرة. انت يا فيل يخرب بيتك وبيت ابوك. في واحد سعيد يتربط في الدنيا يا اولاد الكلاب. امال ايه يعني؟ هتضحكوا علينا انتوا؟ امال الطبيعه دي؟ نفسي اعرف فين هو. طب ابن الفرطوس ابن الجزمه دي فين يا دراع يعني؟ يا عم فين راح؟ طيب قول لي. قول لي راح فين طيب. طب قول لي انت راح فين؟ ما اعرفوش. وانت يا دي انت بتبص لنا راح فين يا راح فين يا راح فين يا اولاد الكلاب؟ طب قول لي راح فين؟ ماشي خليني في الليزر السوداء دي هكسركم الدنيا كلها هني. خلاص يا دي انت هو يا اولاد الكلاب. فين هو الراجل اللي كان قاعد هنا ده؟ فين هو؟ ايه فيه ايه؟ فيه ايه؟ مالكوا يا رجاله؟ انت مين انت؟ انا صاحب الفرش وصاحب الحاجه دي وكل الرجال دول تبعي. تبعك؟ طب فين مكسور رقب اللي كان قاعد هنا؟ ما تشتمش الناس وعيب واحترم نفسك عيب. يا عم عيب يا عم. ده انت راجل بلديات بس يعني يرضيك انت كده؟ طب احكي لي ايه اللي حصل. اللي حصل اللي انا جاي عشان نورني ام ال دي. واحد كنا هنا وبقول لي انت اهلاوي. قلت له اهلاوي. راح رمى اللي بتاع اللي في ايديه وجرى. انت ايه اللي خلاك تقول له اهلاوي؟ امال يعني اقول له ايه؟ قول له انت زي الحنوتي. لا تقول له زملكاوي. فيها ايه يعني؟ ايه يعني الزمالك والاهلي ده؟ ايوه يعني عشان هو زملكاوي يرضيه. يا عم انا راجل لابس جلابيه مالي ومال الاهلي والزمالك عشان يربطنا الرابطه الطين دي. صل على النبي. احنا ناس صعيده زي بعض. وانا صعيدي. اما اقول لك ايه؟ وانا صعيدي. شوف لي الحمار اللي كان هنا خليه يفك المصيبه اللي كان هنا. ماشي. الصندوق ده ثمنه 500 جنيه. 500 جنيه. ايوه بالمونه اللي فيها تدهم لي هسيبهولك. يا حلوه يا حلوه. امال ايه 500 جنيه دي؟ اجيبها منين ال 500؟ هتجيب لي صندوق ب 500 جنيه كمان؟ انت في ايه يا ريس انت؟ انت هتمد ايدك عليا؟ يا عم خليها. بص بقول لك هتمد ايدك عليا؟ بقول لك ايه؟ انا لغايه دلوقتي ما مديتش ايدي عليك. لحد النهارده. اما اقول لك ايه النهارده؟ طب هفهمك حاجه. نعم. عشان انت زعلان. خلص بس يا ريس في الليله السوداء دي. ولانك انت قريبنا وبلديات. نعم. اخدك عند السباك يفكها. ليه وانا دورة ميه؟
سباك يا عم. السباك باله ملدط المي. امال ايه يعني؟ امال هم يعمل ايه السباك يعني؟ السباك عنده ايه؟ عنده منشار، شاكوش، عنده شيء يعمل بيه حاجه. المصيبه خشب، خلينا نخلص المصيبه دي. طب خلاص خلاص خلاص، اخدك عند الميكانيكي محمد. لكن هو انا عربيه عطلانه هتقول لي ميكانيكي؟ يا ريس ده كلام ما يخشش دماغي. انت فيه ايه بالظبط؟ عايز مني ايه يعني؟ قول لي. بقول لك ايه؟ هي انت اقول لك ايه انت عشان خاطر ربنا خلص. اوعى يدك تتمد لان معايا رجال يسدوا عين الشمس. احنا انت معاك رجال، احنا معانا تراب. يا عم خلص ابوس يدك. يا عم غير ما تبوس يدي انا اللي ابوس يدك. ما تخلص في ليلتك اللي انتهينا بطين دي يا عم. اهدى، هو انت بس اللي بتعرف تجلع؟ اها اها.